أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله وساعة مباركة. راح نتكلم على الكتيب الاتحاد الكويتي لكرة القدم. كتيب جميل، إخراج الفني انطوان، طبعا التنفيذ كمال المهدي. هاي 82، هذه اعتقد 82. فيها مقولات جميلة بقولها لأمير الكويت آنذاك، أمير الشيخ جابر، يقول إنما تبنى الأمم بسواعد أبنائها من الشباب. جابر الأحمد أمير دولة الكويت رحمته، هاي صورته رحمة الله عليه. الشيخ سعد يقول كويت الغد هي كويت الشباب. سعد العبد الله سموه العهد رئيس مجلس الوزراء رحمة الله عليه. هاي طبعا رئيس اتحاد كويت كرة القدم الشيخ فهد الأحمد، اللي هو عضو رحمة الله على الشهيد فهد الأحمد، عضو اللجنة الأولمبية الكويتية، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، رئيس اتحاد كويتي لكرة القدم الشيخ فهد الأحمد الصباح. هني مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ فهد الأحمد، جابر الصباح رئيس مجلس إدارة. بداية عمل الاتحاد عام 1978 الشيخ أحمد الحمود، جابر الصباح نائب الرئيس. بداية عمل الاتحاد 1976 عندنا سيد محمد جاسم محمد صالح، سيد عبد العزيز جالي الجريد، محمد هيف الحجرف، ونايف جابر الأحمد الشيخ، نايف جابر الأحمد الصباح، وأحمد مبارك ودعاني، محمد سيف الهرشاني، فهد عبد الرحمن، عبد الرحمن البكر. هذيلي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وقت العصر الذهبي والإنجازات اللي حققها منتخب الكويت. هذه طبعا هذه صور طبعا لمجلس الإدارة. أحمد الحمود جابر الصباح صورته نائب الرئيس. بس احنا طبعا بنروح الى الصوره. هذه كره فيصل دخيل طقت القائم، هذه مع لعبه بنيوزلندا ضد نيوزلندا بالكويت هنا اللي انتهت 2-2 اللي حط فيها سامي الحشاش وفتحي كميل. جميله الصوره فيها. اي حلوه هذه. تدري هذه كانت على غلاف مجله الرياضي، هذه احدى اعداد مجله الرياضي، كانت هاي الصوره على احد. هذه الصوره حلوه، شوف الحارس المرمى ويلسون كان وقته يعني معاقبين احنا هناك في اوكلاند في نيوزيلندا بهدفين جاسم وفيصل، فالظاهر كان محتاط منهم حيل يعني. نعم. لعبنا وياهم المباراه هذه، هم من فرصتين حطوا جولين. نعم. احنا قولنا اول شيء فتحي الشوط الاول انتهى 1-0، بعدين قول علينا بكرتين ورا بعض ستيف سيمونار، وكنا اعتقد لاعب الرقم 7 اللي كان محترف في الدوري الانجليزي حط هدف، وبعدين اخر الدقائق سامي الحشاش احرز هدف التعادل. هذا طبعا موجز عن نشاط الاتحاد الكويتي لكرة القدم. احنا نشوف صور، هذه طبعا الصوره هذه مع نيوزيلندا، هذا هدف سامي الحشاش صوره نادره، هذه نادره ترى. اي والله خلينا نشوف، هذه ما حد التقطها. طيب زين، زاويه صعبه، الصوره هذه نادره. هني يوسف سويد لحظه هذه ارسل الكره براسه امام هرم من اللعيبه، حارس المرمى قلب الدفاع وايضا قلب الباك اليمين، يوسف سويد من خلفهم ينزل الكره. شوف سامي الحشاش يترقب هني، سامي الحشاش احرز الهدف بصوره نادره، ترى ما حد صور الصوره هذه يعني، او الصوره هذه مو موجوده يعني، انا اول مره اشوفها. زين، صورة جميلة جدا لجيل جميل جدا لازم نتغنى فيه لليوم. بس ايش رايك ابو غازي نطلع فاصل ان شاء الله ونتابع بقية الحلقة؟ اعزائي المشاهدين خليكم معانا لا تبعدون، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا. وقتها كان بالبارت الأول تكلمنا عن كتيب أو كتاب تم إعداده خصيصا لمنتخب الكويت
بعد وصوله لكاس العالم 1982، لكن ابو غازي نبي نستعرض مجلس الاداره. اي انصافا للحق لازم نستعرض مجلس الاداره. وش الشهيد فهد الاحمد وبعدين؟ اي نعم، طبعا بدايه احنا شهيد الشيخ فهد الاحمد، هذه صوره جميله، رئيس الاتحاد، بعدين نائب رئيس الاتحاد الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح، صحيح، بعدين طبعا السيد محمد جاسم محمد صالح امين السر العام، محمد جاسم الصوفي، صحيح، بعدين طبعا عبد العزيز جالي الزيد امين الصندوق، صحيح، هذه صورة سيد محمد هيف الحجرف امين السر المساعد، مساعد، صحيح، العم محمد، عندنا طبعا الشيخ نايف جابر الاحمد الصباح اللي هو عضو مجلس الادارة رحمة الله عليه، عندنا سيد احمد مبارك الودعاني عضو مجلس ادارة، نسأل الله يطول بعمره احمد الودعاني ايضا، بعدين سيد حمد سيف الهرشاني عضو مجلس إدارة، صحيح، وسيد فهد عبد الرحمن عضو مجلس إدارة، وأخيرا سيد عبد الرحمن البكر أمين سر اللجنة الفنية رحمة الله عليهم. أيضا كل مهامات يعني جهاز إداري، يوسف الشملان مدير الفريق، العم يوسف الشملان مدير الفريق الذهبي في تلك الفترة، كارلس ألبرتو بيريرا مدرب ذهبي، صحيح، شيرول أدميلدو دي شيرول مدرب، صحيح، عندنا كذلك جواد مقصيد مساعد مدرب، مدرب، صحيح، ودكتور عبد الرحمن محيلان أخصائي علاج طبيعي، هذا الجهاز الطبي، عندنا دكتور محمود سالم طبيب، علي مبارك شطي أخصائي علاج طبيعي، صحيح، وفي لويس كارلوس دي سيلفا مدلك، صحيح، وحسين يوسف إداري، عندنا حسين عاشور أيضا إداري، إداري، أخيرا عباس أحمد إداري. شوف هذه من زاوية ثانية، هذه نفس مات فيصل بس من زاوية ثانية الصورة، صحيح، جميلة حلوة، هذه طقت العرض، هي من زاوية ثانية. سعد الحوطي كابتن الفريق، صحيح، هذا الجيل الذهبي، عندنا أحمد طرابلسي، أحمد طرابلسي طبعا مواليد 1947، صحيح، أحمد طرابلسي، عبد العزيز العنبري، عبد العزيز العنبري أيضا، جاسم يعقوب المرعب، فتحي كميل، فارس الأسمر، فيصل الدخيل، الملك فيصل الدخيل طبعا، العنبري المخلص، محبوب جمعة، السهم الأسمر، محبوب جمعة ومحبوب الكويت محبي، حمود الفليطح، ظهير الطائر أبو ظاري، نجم مميز، ناصر الغانم الساحر أو المهندس ناصر الغانم، سامي الحشاش قلب الدفاع، محمد كرم دينامو، أبو علي كان الدينامو يسمونه، نعيم سعد وجراح، جمال يعقوب رحمة الله عليه، جمال يعقوب قلب الدفاع رحمة الله عليه، كان مشكل ثنائي مع سامي الحشاش، عبد الله معيوف قلب الدفاع، الكابتن مميز، يوسف سويد اللاعب الفنان، أبو عذبي، آدم مرجان حارس مرمى احتياط، الله يشافي وعافيه رب، عبد الله بلوشي المدفعجي، وليد الجاسم عادل عبد النبي، نجم مميز بنادي السالمية، احمد قلوم عسكر حسن، احمد عسكر ابو عبد الله، هذا المدفعجي، احمد درويش صالح الدرويش، صح، حارس مرمى احتياط وكان مميز بنادي السالميه، عندنا طبعا مبارك مرزوق، مبارك العيسى، نجم نادي التضامن، عندنا عادل سيد علي السيد اسماعيل باباهاني، دكتور عادل السيد نجم نادي السالميه، واخيرا سعد شبيب، كابتن سعد شبيب نجم نادي التضامن. وصلنا التجوري ابو غازي اللي هو الغلاف اخر شيء، التجوري والله لا عندي احلى من الغلاف، شايف الصوره، هذه الصورة المميزة قبل لعبتنا مع نيوزيلندا، الأياب اللي صارت بالكويت هنا،
طبعا الكل يعرف الجمال اللي دخلوها مجلس إدارة الاتحاد في تلك الفترة في نيوزلندا، اي ردا على استهجان الجمهور النيوزلندي للشعب الكويتي في تلك الفترة. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي تحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.